عرفتك من كل شيء ظهر، عرفتك مما اختفى واستتار، عرفتك من حاضرات الوجود ومما مضى في زمان غبر، عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحار، عرفتك من وطأة الحادثات ومن رقة مثل خمل الزهر، عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا، وبعد، حياكم الله أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم مواعظ، وحديثنا متصل بسابقه، إذ تحدثنا في حلقة الأمس أن القناعة كنز، وحديثنا اليوم كيف أصل إلى القناعة، كيف أكون قنوعا، كيف أربي نفسي على القناعة. لهذا سبل، وسائل، أسباب، من أخذ بها وصل إلى القناعة، لأن هذه أخلاق مكتسبة، وممكن أن تكون جبلية عند بعض الناس، يعني طبيعة في الناس أن يولد هكذا قنوع، لكنها من الأخلاق المكتسبة، من الوسائل التي توصلك إلى القناعة، اليقين، الاعتقاد الجازم بأن الرزق مكتوب والإنسان في رحم أمه. أرزاقنا مكتوبة ونحن في أصلاب آبائنا، أرزاقنا مكتوبة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. رزقي ورزقك، كم لي من الرزق وكم لك، مكتوب. إذا صار عندك يقين واعتقاد جازم بأن هذه الأرزاق مكتوبة، ساعدك ذلك على أن تصل إلى القناعة. يقول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، أو قال أربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات. يعني الملك يبدأ يكتب أربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. فهذه الأرزاق كتبت بجانب الآجال وبجانب السعادة أو الشقاء، مكتوب لي ولك أن فلان هذا رزقه، هذا أجله، هو شقي أو سعيد. طبعا نحن ما نتكل على ما كتب، لأننا ما ندري ما الذي كتب. وأؤكد على القضية التي ذكرتها في حلقة الأمس، لا يأتي إنسان ويقول، يعني هل نجلس ما نطور من ذواتنا؟ هل نجلس ولا نحسن من وضعنا؟ لا يا أخي، ما قلت هذا، ولكنني أقول إن الأرزاق مكتوبة، ولكن الإنسان ما يدري ما الذي كتب له، كما لا يدري ماذا كتب له في أجله، كم يعيش ومتى يموت، ولا يدري ما الذي كتب في شأنه شقي أو سعيد. هو مأمور بأمر الله سبحانه وتعالى أن يسلك سبيل السعداء، وأن يسعى جاهدا في هذه الأرض التي جعلها الله سبحانه وتعالى ذلولا مذلل له، يتكسب في الحلال ويتجنب الحرام، ولكنه عنده اعتقاد
أن رزقه مكتوب، اعتقاد جازم. هذه وسيلة. الوسيلة الثانية أن يعيد النظر في كتاب الله تبارك وتعالى مرة ومرات كثيرة، يتدبر الآيات التي تتحدث عن قضية الرزق، لأن القناعة مرتبطة بالرزق. يقرأ الآيات الدالة على موضوع الرزق والتي تتكلم عن الرزق، يتأمل تلك الآيات، يعيش تلك الآيات، يسمع ماذا قال المفسرون لها من سلف الأمة، من الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم. يعني حينما يقرأ العبد قول الحق سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، ويتأمل هذه الآية أن الرحمة بيد الله تبارك وتعالى، يمسكها عمن يشاء ويرسلها لمن يشاء سبحانه وتعالى. يتأمل هذه الآيات، يتأمل قول الحق سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يتدبر قول الحق سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يتدبر قول الحق سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه وسيلة أخرى. الأولى أن يعتقد اعتقاد جازم بأن الأرزاق مكتوبة ومقسومة. ثانيا يتدبر هذه الآيات البينات التي تتحدث عن قضية الرزق. ثم ثالثا يتأمل في حكمة الله تبارك وتعالى في المنع والعطاء. الله سبحانه وتعالى عليم خبير بخلقه وفي حكمه حكمة، إن أعطى فلعطائه حكمة وإن منع ففي منعه حكمة. يتأمل هذه الحكم. الله سبحانه وتعالى يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. من الوسائل النظر إلى من هو دونك في أمر دنياه، انظر إلى من هو دونك، انظر إلى من هو في مستوى أقل من مستواك، تشعر بالقناعة وتتلذذ بالشكر. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. تدبر في حال من هو أضعف منك وأقل منك وأفقر منك، بذلك تكون قنوعا. وسيلة خامسة: عليك بالدعاء، عليك بالدعاء. قل: يا رب، يا رب اجعلني لرزقك وفي رزقك قانعا. ادعو الله تبارك وتعالى أن يقنعك بما أعطاك. والوسائل في ذلك كثيرة، ولكن الأخوة يشيرون إلى انتهاء الوقت. يتجدد لقائي بكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الغد. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفتك من مسمعي والبصر، عرفتك مما وراء الشعور، عرفتك من كل شيء شعار، عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من موحشات الغسق، عرفتك من نفحات الفلق،
عرفتك من خلقك المتسق، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، عرفتك ما لاح نور ونار، ومهما يدر كوكب في مدار، عرفتك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار.